مرحبا، الجزء الثاني من محاسن وتحديات المعيشة في دولة قطر. طيب، في الجزء الثاني بدي أبلش من النقطة السادسة المفروض، بس هي راح تكون معنا النقطة الأولى أكيد في هذا الفيديو. النقطة الأولى اللي راح أحكي فيها من محاسن إنك أنت تعيش في دولة قطر، إنه السكن متوفر بشكل كثير كبير ومتنوع في المستويات، من المتدني للمتوسط للعالي للعالي جدا من ناحية مستوى السكن اللي أنت بدك تعيش فيه. لكن من التحديات اللي راح تخليك إنك أنت شوي تحس الموضوع صعب، إنه السكن بعد ما تعلى عن درجة المتدني، يعني لما نحكي متوسط وعالي وعالي جدا في مستوى السكن، فأنت تبلش تحكي مبالغ كبيرة أنت محتاج إنك أنت تدفعها على السكن في دولة قطر. لهيك هذا بنعكس كمان على الوظيفة اللي انت ممكن تكون بتدور عليها في البلد. من المحاسن اللي انا بشوفها كثير حلوة في دولة قطر، مني انا زلمة بحب بطني، انه كل انواع الاكل اللي انت ممكن تخيلها، ممكن تخطر على بالك، مش ممكن تخطر على بالك، موجودة في دولة قطر، لانها اصلا بلد فيها كل الجنسيات. On the other hand، التحديات اللي انت ممكن تلاقيها في دولة قطر، انه انت اصلا تلاقي اكل زاكي في، او نوع الاكل الزاكي من البلد اللي انت متخيل. مثلا اذا انت تحب اكل هندي، اكل باكستاني، اكل اسيوي، اكل اوروبي، whatever الاكل انت بدك تدور عليه، هو مش سهل انك انت تلاقي المطعم اللي بيعمله باحسن طريقة ممكن. واذا لقيت هذا المطعم فبرضه زي ما حكينا راح يعتبر هذا المطعم بالنسبة للمطاعم الثانية سعره غالي. النقطة اللي بعدها اللي انا اصلا راح اشتقها من النقطة اللي قبل، انه تواجد جميع الجنسيات في دولة قطر، وهذا اللي بيعطي عندك انفتاح انك انت تعرف كل الثقافات اللي موجودة في دولة قطر، وتعرف على ناس من كثير بلدان، وصير لك اصحاب في بلدان كثير، اللي راح يعطيك ability انك انت مثلا بدك تزور هذيك البلدان، مثلا تكون عارف وين بدك تروح وين بدك تيجي and so on. On the other hand، من المساوئ او من التحديات اللي موجودة عندي في دولة قطر، هي برضو وجود كل الجنسيات او عدد كبير من الجنسيات في دولة قطر، واختلاف الثقافات الموجودة في دولة قطر، اللي ممكن يخلي هذا الاختلاف سبب مرات مشاكل بينك وبين الناس اللي انت بالنسبة لك مثلا الاشي الفلاني اللي بتعمله او اللي بتحكيه او المصطلح اللي عندك هو عادي، عند غيرك بالمرة مش عادي. بعدين تتأقلم مع هذا الموضوع، راح يصير مثلا ممكن انك انت مثلا تضطر تحتد مع حدا، او توقع في مشكلة مع حدا، او تتناقر مع حدا، او whatever. وان شاء الله انه ما يصير هذا الحكي، هو مش بيصير بشكل كبير، بس بحكي انه احتمال انه يصير معك. انا شخصيا صار معي. النقطة اللي بعدها بدي ابلش من التحديات الموجودة في الدولة، هو فصل الصيف. التحديات الكبيرة اللي موجودة في دولة قطر هو فصل الصيف، برطوبته ودرجة حرارته العالية اللي بوصل لها الجو في دولة قطر، واللي بيخليك مش راح تقدر تستمتع بالأوتدور أكتيفيتيز اللي انت متعود انك انت تعملها في اي بلد تاني. لكن on the other hand، من المحاسن انه فصل الربيع وفصل الخريف وفصل الشتاء في دولة قطر هو من اجمل الاجواء اللي انت ممكن تستمتع فيها، واللي راح تضلك دائما اوتدور، يعني مش راح تروح تقعد اندور في هذه الفصول، وهذا اشي من المميزات اللي انا اعتبرها في هذه الدولة. من النقاط اللي بعتبرها من البوزيتيفز العالي في دولة قطر، من النقاط اللي بعتبرها من البوزيتيفز الكثير حلوة في دولة قطر، توفر عدد كبير من الاكتيفيتيز والفعاليات اللي ممكن تكون تعملها الدولة للترفيه، واللي هي بشكل مجاني، خصوصا بالفصول اللي جوها حلو. On the other hand، اللي برضه اعتبرها من المساوئ في هذه النقطة، او بديش احكي المساوئ قبل بدي احكي تحديات، انه انت مش راح كثير تقدر تستمتع بهاي الفعاليات زي ما حكيت قبل شوي. فصل الصيف راح تقتصر الفعاليات على الفصول الثانية، ومع انه بكون في فعاليات فصل الصيف، لكن انت ما بتكون كثير متشجع انك انت تروح تستمتع بهاي الفعاليات. هيك بكون انا شايف انه بيكفي برضه في هذا الفيديو، راح اكمل كمان جزء ثاني لهذا الفيديو عشان ما نطول كثير الاجزاء، او خلينا نحكي مده الجزء الواحد لهذا الفيديو. بكفي الان 5 فيرسس 5 من الادفانتجز والديس ادفانتجز. اذا شفت انه هذا الموضوع مهم ولطيف وحابب انك تعرف عنه اكثر وحابب الناس تستفيد منه، فيا ريت لو تعمل لايك شير سبسكرايب لحتى يوصل الفيديو بشكل اكبر، واعمل انيبل النوتيفيكيشن بيل عشان الفيديوهات الجاي تقدر انك انت تعرف عنها اول ما تنزل، ومش غلط انك انت تشوف الفيديوهات السابقه وانك انت تتابع الفيديوهات الجاي. شكرا لكم، بشوفكم في جزء ثاني.